السلام عليكم. أعلن رئيس الوزراء دكتور أحمد عبيد بن دغر عن بدء تطبيق توجيهات رئاسية بتخصيص 20% من عائدات الثروات السيادية لمحافظة مأرب وبقية المحافظات المنتجة للنفط والغاز. تأتي هذه الخطوة عقب سلسلة من الخطوات ذات الطابع الاقتصادي، كان أهمها نقل مقر عمليات البنك المركزي إلى عدن وتوريد عائدات تصدير نفط الضبة إلى حساب الحكومة. وفيما تخوض الحكومة معركتها على مسارات عدة سياسية عسكرية واقتصادية، تبرز العديد من التحديات في ظل تسارع الخطى باتجاه إنجاز تسوية سياسية تستهدف المرجعيات السياسية للحكومة. فهل تجدي خطوات بهذه الأهمية في تعزيز خيار الحكومة وقرارها الوقوف في وجه مخططات التسوية السياسية وفي التصدي لمخططات تمكين الانقلابيين بتأثير الضغوطات الأمريكية؟ هذا الموضوع سنناقشه ونجيب على أسئلته ضمن حلقة الليلة من المساء اليمني. نبدأ النقاش مع ضيوفنا الذين سينضمون إلينا تباعا، ولكن بعد أن نشاهد هذا التقرير. أن كل المحافظات التي تنتج ثروة يجب أن تحصل على 20% منها. على مشارف مرحلة بلا أفق، تحاول الحكومة تصحيح الوضع المقلوب في 17 من هذا الشهر وبعد يومين على تصريحات وزير الخارجية الأمريكي التي فرض فيها آخر نسخة من رؤاه المشوهة للحرب. أعلن رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر عن تخصيص 20% من عائدات النفط والغاز للتنمية في محافظة مأرب، لكي تنفذ مشاريع التنمية ولكي يشعر الناس بأنهم أسياد على الأرض وأنهم شركاء حقيقيين في الثروة. خطوة نظر إليها المراقبون على أنها خطوة باتجاه تصحيح أخطاء الماضي، حيث كان يجري مصادرة القرار السياسي ومصادرة الثروة لصالح مركزية الفرد الفاسدة في صنعاء. تجتهد الحكومة لتحسين أدائها في ظل استهداف واضح لدورها ومرجعيتها على نحو تبدو معه القرارات الحكومية سلاحا تشهره في وجه من يحاولون العودة إلى السلطة عبر الضغوطات الأمريكية. قرار الحكومة وتوجيهات الرئيس لا ينفصلان عن مخرجات الحوار الوطني الشامل التي تضمنت رؤية بهذا الخصوص تضمن للمحافظات والأقاليم نسبة من عائد الثروات السيادية، وهو توجه عادل يحفز على التنمية ويخلق مجالا للتنافس بين الأقاليم ويحسن من كفاءة توظيف الموارد. والسؤال الذي يطرح نفسه، هل بوسع السلطات المحلية إعادة توظيف الموارد بمستويات من الكفاءة والشفافية والنزاهة؟ سؤال يرسم المستقبل المحفوف بالتداعيات المقلقة. إذا أجدد الترحيب بكم مشاهدينا الكرام، وأرحب بضيفي الذي انضم إلينا السيد عبد الهادي العزعزي وكيل وزارة الثقافة. مساء الخير سيد عبد الهادي. أهلا وسهلا أخي. أهلا بكم. لو تحدثنا عن اللامركزية والأقاليم وكذلك التوزيع العادل للسلطة والثروة، أستاذ عبد الهادي، هل هذا النظام مستجد أم أن له امتداد حضاري بداخل اليمن خصوصا؟ أعتقد بالنسبة لليمن عموما مع عروسة باليمن الطبيعي على المدى التاريخي المنظور بالذات في مرحلة ما قبل الإسلام وما قبل الميلاد، أيضا هذا البلد شكل من نظام فيدرالي كان أكثر نضوجا ربما في المرحلة الأخيرة منه فيما عرف بالدولة الدولة الحميرية أو العصر السبأي الثاني ملوك سبأ وذريان. هذا النظام قام على أساس نظام فيدرالي، إذ كان هنالك مجموعة كبيرة من ما عرف بالأقيال في النظام الحميري وهي أشبه بسلطات محلية كاملة، بل بعضها كان يصل إلى مرحلة متقدمة أعلى من الفيدرالية كأنها كونفدرالية فيما يخص هذه الأقاليم. وهناك نظام مالي أتبع بهذا النظام، هو ما عرف عند اليمنيين بالعشور والذي لا زال الناس يستخدمونه إلى اليوم، إذ أن كل فترة من هذه الإمارات أو الأقيال كان يفرض عشورا محلية على التجارة المارة، لأن الدولة الحميرية وحدت هذا البلد بواسطة القافلة التجارية عندما استطاعت أن تكسر ما يعرف بعقدة الجبال العليا بسيطرتها على جبال دويجان على سمارة في محافظة إب. هذا طيب من خلال ماذا كسرت ذلك سيد عبد الهادي؟ نعم، من خلال ماذا كسرت ذلك؟ من خلال ما ذكرنا، هذا النظام كان تاريخيا وأيضا له وجود ذهني عند الناس
وهذا البلد من حيث البنية البيئية أساسا يتكون من كما يطرح الجغرافيين من 5 أقاليم، الإقليم الساحلي عموما وهو إقليم متميز له ثقافة متميزة يتعامل مع الساحل، ثم إقليم المرتفعات الغربية هو الهضبة الوسطى، وأخيرا ما يعرف بالجبال الشرقية أو المناطق الداخلية. هذه البنية هنالك ثقافات حتى على مستوى الجانب التراثي. الجمهورية اليمنية من البلدان العربية ربما هي البلد الوحيد التي لها 4 حكماء، وهم كل من علي والزايد والمناطق الشمالية الشرقية للهضبة، والحميدي بن منصور الذي ربما يسود على شبه الجزيرة العربية بأكملها، وكذلك بن عامر في حضرموت، وأبو زيد الهلالي مثلا في شبوة عند الهلاليين. وبالتالي هناك حالة من التنوع، هذا في حين مثلا البلدان العربية شمال أفريقيا بأكملها والغالبية لها ما عرف بأبو زيد الهلالي والسيارة الهلالية. هذه المسألة تعطي أن هذا البلد أيضا كما ذكره مكيدا في توصيفه للعالم قال أن اليمن بلد الجغرافية المجزأة ومشكلته في عقبته في الجبال العليا، وهذا البلد يحتاج نظاما قادرا على احتواء، أي أن النظام المركزي المباشر نظام أثبت حتى الآن على أنه فاشل. نحن أمام محاولة تكييف كيف نستعد، وهذا القرار وافقت عليه القوى السياسية لكيفية بناء النظام الاتحادي يضمن تنمية في بلد تقريبا له أكثر من 120,000 تجمع سكاني، عدد كبير جدا في منطقة توزيع جغرافي مشتت، يعني هناك ظروف بيئية مرتبطة بالموقع والمنطقة المجارية وبنية التضاريس وبنية ثقافية أيضا. طيب أرجو أن تتفضل بالبقاء معنا أستاذ عبد الهادي. ينضم لنا الأستاذ وزير الأوقاف وعضو لجنة الدستور وكذلك عضو لجنة فريق بناء الدولة في مؤتمر الحوار الوطني السيد أحمد عطية. معالي الوزير مساء الخير. مساكم الله بالنور والعافية. أهلا بك معالي الوزير. تخصيص 20% من الثروة للمحافظات المنتجة لهذه الثروة، برأيك هذه النسبة التي تم التوافق عليها في مؤتمر الحوار الوطني كما تفضل سيادة دولة معالي رئيس الوزراء، ما أهمية تنفيذ هذا الأمر في هذا التوقيت؟ أولا بعد الشكر لكم وللأخ عبد الهادي، نحن نؤكد على أن مخرجات الحوار الوطني التي أصبحت فيما بعد صيغت في قالب مسود الدستور الجديد نصت على أنه النظام الفيدرالي النظام الاتحادي هو معناه توزيع السلطة والثروة بين الأقاليم والمحافظات وما سميت فيما بعد في الدستور بالولايات. هذا التقسيم أراد الدكتور رئيس الوزراء أن يوصل رسالة أنه نحن ماضون في مسألة تأسيس الدولة الاتحادية الفيدرالية التي تم الانقلاب على هذا الدستور لهذا السبب. وبالتالي أنا لا أستغرب اليوم عندما يستنكر البعض يقول لماذا تعطى مأربة وإقليم 27% من الثروات التي تعتبر هي مستودع لها. هذا الذي كنا نريده في الدستور، أن يكون هناك نوع من التوازن بين الأقاليم. ويعتقد بعض الناس جهلا بالدستور وهم لم يقروه للأسف الشديد أنه هذا الأقاليم معناها أنه أقاليم ستكون في نعيم وأقاليم ستكون في جحيم، وهذا الكلام غير صحيح. نحن عندنا صندوق سيادي، هذا الصندوق السيادي سيكون وعاء لكل الأقاليم المنتجة، وسنأتي بنسب من إقليم مارب من الحديدة من كل والناس يفهمون على أن المنتجة أنه بس البترول أو الغاز، لا، إذا تأتي من الضرائب، تأتي من الجمارك، تأتي من البن، تأتي من القات، تأتي من البحر، من كثير من الموارد التي ستكون مستقبلا في هذا الوعاء. فأنا أقول هذا الخطوة نحن اعتبرنا خطوة متقدمة في مسألة ترجمة مخرجات الحوار الوطني وبعض نصوص الدستور المتعلقة بتوزيع السلطة والثروة في مارب كما أشار دولة رئيس الوزراء. طيب يعني هل هذا الأمر يشير إلى أننا نحن أمام بداية جديدة يعني صيغة جديدة لليمن الاتحادي وتنفيذ لما ورد في مؤتمر الحوار الوطني وخاصة فيما يخص أو فيما يتعلق بإنصاف المحافظات التي حظيت أو كانت مهمشة في العهود السابقة؟
تدكنا قاب قوسين أو أدنى أن نصل إلى المستوى المطلوب والتي وصلت إليه كثير من الدول الفيدرالية والاتحادية، خاصة ونحن عكسنا في الدستور التجربة الألمانية، عكسنا التجربة الإماراتية بحكم أننا في اليمن جدد على النظام الفيدرالي. لكن جاء الانقلاب قطع الطريق على الدستور، قطع الطريق على الفيدرالية، قطع الطريق على الدول الاتحادية، قطع الطريق على تأسيس الأقاليم، فأصبح الآن يعني العودة لها ليس صعبا على الإطلاق. مجرد أن يزول الانقلاب سيعود الناس إلى هذا الدستور وتستمر العملية السياسية كما كانت من قبل. طيب لكن في هذا على نعم. أنه لو قرأوا الدستور جيدا وعلموا بأن الدستور وما عكسناه فيه من مواد تتعلق بتوزيع الصلاحيات على الأقاليم لن يحصل من هذه الفوضى العارمة في اليمن ولا شيء. طيب باعتبارك معالي الوزير عضو فريق بناء الدولة وكذلك عضو لجنة الدستور، ما أهمية التشريعات التي تأتي لضمان توزيع عادل للثروة وكذلك للسلطة بداخل اليمن؟ أهميتها أن هناك أقاليم في الفترة الماضية ظلمت. أنا من إقليم حضرموت من محافظة شبوة، عندي آبار نفط، عندي سواحل، عندي شركة غاز. تبحث عن مستشفى اليوم في هذا في هذه المحافظة التي يوجد فيها هذا الخير كله، لا تستطيع أن تخرج بمغذية أو إبرة. بالله عليك، لا يعتبر هذا ظلم لهذه الأقاليم المنتجة والمحافظات المنتجة أن تذهب هذه الثروات وهذه العائدات والإيرادات جزء منها للدولة والجزء الآخر يتحكم به جهة معينة أو مكان معين أو مركز معين، وهذا البلد الذي المحافظة التي أنتجت هذه الثروات لا يعود لها حتى واحد إلا ما تيسر من الدخان الذي يتصاعد في السماء من جراء الآبار، وبعدين تعال تلوث بيئة، أمراض، اختناقات وغيرها من هذه الأمراض. نحن الآن لما نقول عدالة في السلطة والثروة، لماذا الناس يضجوا من هذه المسألة؟ هذه المعادلة الحقيقية التي اليوم يجب أن يلتزم بها اليمنيون. إن لم يكن هناك عدالة في السلطة والثروة، فإن زمان المركز الواحد الذي يحكم لوحده والفرد الواحد الذي يحكم لوحده بدون منازع، أعتقد أنه انتهى بعد هذه الدماء والتضحيات الكثيرة. طيب هناك تخويف معالي الوزير من قبل أطراف سواء في المركز أو لها يعني نوع من النفوذ وتريد الاستمرار في ذلك النفوذ من هذا التوزيع للثروة والسلطة، كيف يمكن الرد عليهم بشكل أكبر؟ كيف يمكن الرد عليهم وإقناعهم؟ نعم. هو أن تنعقد الهيئة الوطنية للمراقبة على تنفيذ مخرجات الحوار وتسلم لها مسودة الدستور التي تم اختطافها وتم الانقلاب عليها، وبالتالي بعد أن تناقش هذه المسودة في الهيئة من كل القوى السياسية والمجتمعية التي مشاركة في هذه الهيئة عندهم ملاحظات يطرحوها، لكنهم لم يفتحوا مجال حتى لمناقشة المسودة. المسودة ليست قرآن منزل، هي مشروع دستور وبالتالي قابل للنقاش، مادة خام لا بد أن يبدوا آراءهم وتظلماتهم، ثم بعد ذلك ما اتفق عليه اليمنيون فيما يتعلق بتوزيع السلطة والثروة في النسب سنكون مع الإجماع، لكنه لم يفتح لهذا المسودة باب من أجل أن نسمع له. مجرد ما جئنا بالدستور في 5 يناير تم اختطاف الدستور وتم الانقلاب عليه حتى وصلنا إلى ما وصلنا إليه من وضع سيء للغاية. طيب معالي الوزير، كيف يمكن ضمان أن تذهب هذه المخصصات بداخل هذه المحافظات لتنميتها، لا أيضا لا أن تذهب إلى جيوب نافذين وفاسدين أيضا؟ الضمان إقامة الأقاليم. إذا كل إقليم قام وهذا الإقليم استخدم صلاحياته، سترتفع نسبة للصندوق السيادي المركزي في العاصمة، في عاصمة اليمن، جمهورية اليمن الاتحادية الاسم القادم إن شاء الله، وبقية النسب التي تعود عائداتها لصندوق الأقاليم سيبقى في الإقليم. نحن نتحدث الآن كل الإيرادات، كل الإيرادات تذهب إلى المركز. يعني هو الحديث الآن معالي الوزير، ولا أقاليم ولا شيء.
معالي الوزير، هو الحديث عن المحافظات أو الأقاليم الآن، هناك من يطرح أن عدم وجود دولة قوية أو انشغال الحكومة الشرعية بالحرب على الإنقلابيين قد يضعف من هيبة القانون ومن حضور الدولة في هذه الأماكن. هذا التخوف يطرح في سياق التخوفات من توزيع هذه الثروة على هذه المحافظات أو الأقاليم، كيف يمكن الرد على ذلك؟ الرد على ذلك يا أخي الكريم، أنا لا نستطيع اليوم أن نقوم بتوزيع عادل للثروة بين الأقاليم إن لم يتم الاستفتاء على الدستور. الأقاليم لن تقر قانونا وفعلا إلا إذا أقر الدستور. مجرد إقرار الدستور سيتم تأسيس الأقاليم ثم يتم توزيع الثروة، وهذه رسالة من رئيس الوزراء لهؤلاء المعترضين على موضوع الدستور وموضوع الدولة الاتحادية، أنه انظر الآن نحن اتخذنا قرار كرسالة أولية أنه طبقنا جزء من الدستور وإن لم يستفتى عليه. فنحن مصرون وعازمون في الحكومة اليمنية على المضي وراء هذا الدستور إلى آخر لحظة. أشكرك معالي الوزير أحمد عطية، وزير الأوقاف وعضو لجنة الدستور وكذلك عضو فريق بناء الدولة في مؤتمر الحوار الوطني، كنت معنا عبر الهاتف. أعود إلى السيد عبد الهادي العزعزي والمعذرة على الإطالة. أستاذ عبد الهادي، اشرح لنا أكثر، ما هي النقلة التي ستحدثها عملية الأقلمة لليمن، لليمن الاتحادي الذي جاءت به مخرجات الحوار الوطني وطرحته، وكما قال معالي الوزير هناك حاجة للدخول في عملية الاستفتاء وما شابه؟ أعتقد أن ما طرحه الوزير كان واضحا حول مسألة الدستور والاستفتاء. مسألة الأقاليم والدولة الاتحادية جرى الحديث عليها بشكل واضح طوال فترة الحوار الوطني. هناك إجماع من القوى السياسية اليمنية على مسألة الذهاب إلى دولة اتحادية وبأقاليم. هذه الدولة الاتحادية الهدف منها مراعاة خصوصية التنمية، خصوصية التنمية في هذا البلد في تحت إعادة توزيع عادل لكل من السلطة والثروة. يعني هناك مساحة كبيرة من البلد وتباعد كبير، العاصمة قد تبعد مثلا عن حضرموت، عن النهرة، عن بقية المناطق. هذه المركزية الشديدة اليوم نحن نعاني مسألة كبيرة منها فيما يخص البنك المركزي ويخص بقية الوحدات. كلما كان النظام مبني بناء سلسا كلما كانت المسألة مختلفة بمسألة التنمية والتوزيع العادل للثروة. هناك اعتراضا من البعض حول هذا الكلام، لكن طوال الفترة الماضية ظهرت 10 أسر تسيطر على 80% من دخل الجمهورية اليمنية، لم يتركوا ل 25 مليون سوى 20% وهم شركاء أيضا فيه. هذه المسألة يجب إعادة النظر فيها. البلد كانت أمام مرحلة اللا عودة، أي مرحلة التقسيم بفعل هذه الحالة وبفعل حالة الهيمنة والسيطرة. فبالتالي كان يجب أن تكون هناك معادلات لتصحيح هذا المسار، لم يقرأ المسار التاريخي بشكل جيد. أعتقد أن هنالك تصحيحا لمفهوم الوحدة ولمفهوم البقاء الدائم في دولة مركزية. نحن لسنا دولة نهر ولا نمتلك عدوى السيطرة. الحميريين والسبائيين سيطروا على هذا البلد بفعل القافلة التي تشق البلد من أقصى الجنوب إلى أقصى الشمال. طيب هناك نوع من يعني الأيادي التي تصل لها، يعني أيادي النافذين تصل إلى الكثير من المحافظات، هذه الأيادي كيف يمكن أن يعني تكبل أو أن تقيد بإطار القانون والدولة، خصوصا وأن هناك نوع من التوجه لإعطاء الأقاليم أو المحافظات نسبة أكبر من حقها في الثروة؟ هناك رداءة في الصوت، لم أسمع السؤال بشكل واضح. أستاذ عبد الهادي أتحدث عن هناك نوع من الأيادي التي يعني تمتد من قبل الفروع النافذة، سواء في أقاليم يعني بكلها، سواء في سبأ أو في حضرموت أو في شبوة إلى آخره. هذه الأقاليم أو هذه الأيادي تمتد من قبل الفاسدين أو أصحاب التسلط على هذه الثروة والسلطة من قبل، كيف يمكن في إطار الدولة الاتحادية الحد من تأثيرهم؟ يمكن الحد من تأثيرهم بطرحهم بمواجهات مباشرة مع مواطنيهم في هذه المحافظات.
بالماضي كان يتحقق هؤلاء بأن المسألة هكذا تأتي من المركز، وهذا لن وبالنسبة للفاسدين أو بالنسبة للخطط المسألة لم تسرق هباء، سوف تكون هناك رقابة مركزية بشكل عام، ولم تصرف هذه إلا وفق ميزانية مدورة المسألة، ولم تصرف كعهد ليتصرف فيها هؤلاء كما يريدون. فيما يخص مسألة التنمية وما يخص النسب التي سوف تذهب إلى الأقاليم، سوف تكون نسبا مدوبة وفق آلية رقابة محددة، وبالتالي أيضا هنا قوة كبيرة وهي المواطنين الذين سوف يعرفون أن هناك مبالغ خصصت من عائدات مثلا الموارد في هذه المحافظات، وكل المحافظات لديها موارد، لا توجد محافظات بدون موارد أساسا، هناك مناطق فيها نفط وغاز، هناك مناطق فيها موارد، هناك مناطق زراعية، هناك مناطق أيضا حرفية، هناك أيضا معادن موجودة في المناطق الأخرى. هي كيف يمكن إطلاق مسألة التنمية وإشراك الجانب الشعبي فيها إلى بشكل كبير؟ نحن في بلد لم تنشأ أي من مؤسسات ما يسمى بالاكتساب العام والمساهمات ورح يجوز من النمط الأسيوي أو ما يسمى بنمط الإنتاج الأسيوي، لم نقترب من التنمية طوال الفترة من الستينات إلى اليوم، كان الشغل داخل هذا البلد على حامل البندقية، ولم نصل إلى العمل على القطاعات المنتجة، لم يتم تطوير القطاعات المنتجة داخل البلد إلى درجة أن من كان يمتلك محلا تجاريا في الستينات المفروض أن يكون اليوم مؤسسة، لكن حدث العكس، هناك تراكم السيجة في الثروة، هذا البلد يجرس سيجة في الثروة، هناك تخلف إداري داخله، هناك مش مشكلات، إذا لم نواجه هذه المشكلة بشكل قوي وبشكل صارم فلا يمكن أن يتم حل هذه المشكلات إذا ظلينا نتعرض منها وظل المركز يهيمن على كل شيء. مشكلة البلدان المركزية أن العاصمة طغت على التنمية، وهناك نماذج كثيرة في العالم العربي بنفس الآلية، حيث تتجمع الثروة والسلطة باتجاه المركز فقط، وتصبح المناطق الأطراف هامشية ومحافظات خارج هذه الدائرة أصبحت عبارة عن مصدر للبشر. طيب أستاذ عبد الهادي، الآن هناك من يتحدث على أن هذا التوزيع قد يظلم بعض المحافظات التي لا تمتلك ثروة كبيرة بداخل يعني بباطن الأرض، كيف يمكن ضمن مشروع الدولة القادم أن يتم يعني وضع حق لهم أو إنصافهم بشكل أو بآخر هذه الأقاليم؟ أيضا هذه الأقاليم من قال أنها لا تمتلك ثروة؟ أنا أعتقد أن الثروة الحقيقية هي البشر أنفسهم، متى ما كان هناك تنمية بشرية حقيقية فهذه المحافظات التي نعتقد نحن أن عددها أن فيها أعداد سكانية كبيرة وهي لا تمتلك موارد، هي بها موارد لكن لم نصل إلى كيفية تشغيلها وتنمية هذه الموارد. هذه المسألة يمكن معالجتها بواسطة الطرق، بواسطة السلطة المركزية، بواسطة الفائض أيضا، لو أن الفائض الذي استغل هذا البلد تلقى مساعدات مهولة طوال 50 عام، أين ذهبت؟ اليوم علينا أن نقف على أمام هذه المسألة، ما الذي استفدناه طوال الفترة الماضية؟ ما هي البنى التحتية؟ نحن في وضع سيء جدا، فعلى الأقل هل نظل على هذا السوء إلى أن ننهار تماما؟ هذه المسألة يمكن معالجتها بأكثر من اتجاه، يعني هناك محافظات لديها القدرة على أن تعود محافظات لفترة معينة، وأيضا على هذه المحافظات أن تطرح أمام تحدي من أجل استغلال مواردها المهدرة بشكل عام. هذه الموارد المهدرة تحتاج إعادة تنظيم، وكلما طرح الناس أمام تحدي كما يقول نيتشه لا تتبدى قدرة الإنسان الحقيقية إلا على حافة الخطر، وبالتالي يعيد تكييف نفسه. نحن جميعا مطروحين أمام تحدي كيف نعيد تكييف أنفسنا مع مواردنا ونعمل على تنميتها. أشكرك جزيل الشكر وكيل وزارة الثقافة الأستاذ عبد الهادي العزعزي، كنت معنا عبر الهاتف من تعز. نواصل النقاش في موضوع حلقة اليوم مشاهدينا الكرام، لكن قبل ذلك نذهب إلى فاصل قصير، تفضلوا بالبقاء. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، ينضم إلينا للنقاش في حلقة اليوم دكتور معن دماج، أستاذ أو مدرس الفلسفة في جامعة صنعاء. مساء الخير دكتور.
مساء الأنوار، أهلا وسهلا. أهلا بك دكتور. يعني التوجه الحكومي لتوزيع الثروة والسلطة بدأ ربما من مأرب الآن، هذه الخطوة ما الذي تشكله في صعيد اليمن الاتحادي القادم؟ والله موقف الحكومة والسلطة الشرعية من هذا الملف أنا أتصور يعني له طابع ارتجالي وتبدو الأولويات غير واضحة، وعلى الأقل ليس هنالك خطاب سياسي واضح نستطيع أن نفهم ماذا تريد منها الحكومة. العمل للدعاية من أجل فكرة الأقاليم تمت في إطار ضيقة وتغطية وبشكل يعكس طبيعة الطبقة السياسية السائدة في البلد الذي تهتم بالتعامل مع رؤوس سياسية معينة ولا تهتم بالمصالح الاجتماعية العميقة. في الواقع المطلوب ليس تقسيم السلطة ولا مشاركة المناطق في السلطة، المطلوب أن تتحول الثروة العامة إلى ملكية مشتركة ومنفعة مشتركة لعموم المواطنين كمواطنين أفراد. الآن في بالاتجاه نحو فكرة الأقاليم وبناء دولة اتحادية وقائمة على سلطة محلية قوية وحقيقية، مفهوم موضوع توزيع الثروات العامة بنسب معينة حسب الاقتراح الدستوري، لكن في الواقع نحن ما زلنا بعيدين عن هذه المرحلة. لدينا مشروع دستور، هذا المشروع ما زال لم يخضع لا للنقاش ولا للتصويت، وبالتالي فتبدو الأولويات مختلفة. أنا أتصور أنه عمل دعائي بالأساس ومحاولة لتطمين الأقاليم والجهات التي تعاني من حرمان تاريخي في الواقع بحكم طبيعة تركز السلطة الجهوية في منطقة معينة، وفي الواقع لطبيعة استثمار السلطة من قبل أقلية سلطوية تركزت حول طغمة محيطة بعلي عبد الله صالح. لكن أنا أتصور المسألة يعني تحتاج إلى علاج أكثر جدية وبحاجة إلى خطاب سياسي يشرح للناس في الواقع ما هو المشروع الحكومي وإلى حوار مجتمعي يطمن كل الأطراف ويجيب على المخاوف المطروحة من جميع المواطنين، لأنه في الواقع فكرة الفيدرالية وتوزيع وتقسيم السلطة بإلغاء الطابع الاستبدادي لفكرة للدولة الواحدة، وهو مشروع أنا شخصيا أؤيده، قدم في الواقع السياسي اليمني كمسوغ للحرب، بل أن هنالك من القوى السياسية التي في الواقع لديها ثقافة استبدادية ودائما ما تخلط بين الشكل الاستبدادي للدولة وبين الوحدة، اعتبروا أنه مبرر كافي ومشروع لشن الحرب ضد بقية البلاد وضد الجنوب. وفي المقابل لم نرى أي شرح جدي ولم نرى أي تبني جدي لمشروع سياسي يبين أن المطروح هو يعني سلطة سياسية تلغي الطابع الاستبدادي للدولة وتسمح لممارسة المواطنين للسلطة بشكل مباشر في المناطق وفي المديريات وفي المحافظات وفي الأقاليم وفي الولايات، وبقى الأمر كله وكأنه المطلوب هو تقسيم سلطات جاهزة وفكرة الدولة عن الثروة هي معناته الثروة النفطية والثروات الطبيعية، رغم أنه المسألة ليس لها علاقة بهذا الأمر، المسألة لها علاقة بسلطة المواطنين الأفراد على الثروة الاجتماعية المشتركة وتحويلها إلى خير عام لكل المواطنين. مفهوم. طيب دكتور، يعني أنت هل تقترح أن السلطة الشرعية الآن لن تذهب إلى تنفيذ حقيقي لهذا الأمر على أرض الواقع، وإنما هي تقوم بعملية طمأنة للأقاليم والمحافظات التي يخشى بشكل أو بآخر أن تذهب بمشروعات أخرى خارج نطاق ما اتفق عليه في مؤتمر الحوار الوطني، أم أن بالفعل الحكومة الشرعية قد بدأت بإجراء خطوات تنفيذية في إطار هذا المشروع؟ هو تطمين الجهات بالذات الجهات التي حرمت تاريخيا من المشاركة في السلطة، لأنه أحد المشاكل التي أثارتها ثورة فبراير هي طرح أحد المشاكل التاريخية التي تركز السلطة في المنطقة الشمالية القبلية. هذه مشكلة موضوعية وحقيقية تنتمي للتاريخ السياسي اليمني الحديث والمعاصر، وهناك مناطق تشعر بالغبن وهو شعور حقيقي ويعبر عن حقائق تاريخية، ومحاولة تطمين المناطق والجهات والقبائل أمر طبيعي ومشروع، بالذات أن العمل السياسي يرتكز على محاولة ربح المواطنين والناس والجهات للمشروع السياسي الذي تعبر عنه الشرعية.
لكن ليس هنالك سياق قانوني ولا دستوري لهذه التصرفات. نحن لازلنا أعضاء مشروع الدستور. هذا المشروع الدستور لم يخضع لا للنقاش العام ولم يحظى بتصديق المواطنين عبر الاستفتاء. وبالتالي في الواقع يعني هناك استباق للأمور. من المطلوب إذا كنا لا نفكر بعقلية السلطة والحكومة، إذا كنا نفكر ثوريا في الواقع، كان المطلوب أن المناطق التي حررت يتم تركيز سلطة تعبر عن بنيها وعن مواطنيها بالانتخاب، وهذا ممكن الانتخاب حتى في أطر محددة وإقامة سلطة ذاتية تعبر عن المواطنين. أما من داخل جهاز السلطة المنطقة آخر، هو منطقة الدستور القائم، منطقة القوانين النافذة، منطقة الشرعية القانونية والدستورية، وهو أمر آخر. إذا كانت الحركة نحو إنشاء سلطة ذاتية تعبر عن المواطنين في المناطق فهذا عمل ثوري، وهو كان مطلوب في الواقع حتى في ثورة فبراير عندما تساقطت الأرياف اليمنية في يد الجماهير المنتفضة، وجاءت الأحزاب بدل من أن تأتي لتطوير هذه الحركة طلبت الناس بالعودة وتسليم الأمور لنفس جهاز السلطة علي عبد الله صالح وإدارته المحلية والمحافظين والمجالس البائسة الذي تسمى مجالس المحافظات والمديرية. وكان هذا أحد الأدوات التي أعاد تفعيلها من قبل السلطة الثورة المضادة وعلي عبد الله صالح والحوثيين للانقضاض على ثورة فبراير وعلى مكاسبها المحدودة في الواقع. أما بالنسبة للدولة لابد أن تعمل من داخل القنوات التي تمثلها وهي الدستور والقانون. طيب هل تقترح دكتور أن يعني في حال الهرولة أو المشي السريع نحو إقرار موضوع الأقاليم وكذلك المضي في خطوات فعلية في توزيع الثروة والسلطة قد يضعنا في مأزق في المستقبل بأن هذه الخطوات تجاوزت موضوع التصويت على الدستور من قبل المواطنين ومن ثم أيضا أساس مناقشة عدد الأقاليم بالأساس؟ هو في ظروف الحرب بالإمكان استيعاب بعض الخطوات الاستثنائية وحتى الخروج على الدستور، وهناك حالة طوارئ في البلد صحيح. لكن لحد الآن الحكومة والسلطة والرئاسة لم تقدم لنا خطابا سياسيا متماسكا حول تصوراتها عن الأقاليم ولا عن كيفية إدارة هذه المرحلة الانتقالية. أنا شخصيا مع أن يتم انتخاب سلطات في كل المناطق المحررة وفي كل المناطق الخاضعة للمجتمع، وعلينا أن نخرج من فكرة أن الدولة هي يلزم أن تكون قوية وأن قوتها هي في سلطة مركزية مصمتة. بالعكس، نحن مع مجتمع قوي ومع تمكين المواطنين من ممارسة السلطة بشكل مباشر في كل المستويات، هذا على مستوى سياسي. وبالتالي أنا أتصور أنه بالفعل ممكن أن تطرح بعض المشاكل في هذا الإطار، لكن الإشكال الأساسي هو أنه إلى حد الآن هناك مشكل أساسي بالنسبة للسلطة، أنها لم تستطع أن تطور أدوات للخطاب العام، لم تستطع أن تطرح مشروع سياسي. التأييد الأساسي الذي تحصل عليه هو أساسا تأييد سلبي، لأن الناس والمجتمع بأغلبية الساحقة ضد التحالف الرجعي الحوثي الصالحي بطابعه السلالي والعدواني والإجرامي الذي شن حرب على أغلب المواطنين ويريد أن يكرس سلطة جهوية وطائفية وسلالية بالعنف والدم والنار. لكن بالمقابل ما هو المشروع السياسي؟ لا يكفي أن يكون الناس لا مع الشرعية ولا مع السلم، لابد أن يكون هناك مشروع سياسي محدد. للأسف الشديد أغلب النخبة السياسية لا تختلف مع نظام علي عبد الله صالح في البرنامج السياسي والاجتماعي. هذه نقطة الضعف الأساسية، لا يجرؤون ولا يمكن أن نتوقع منهم أن يطرحون برنامج اقتصادي واجتماعي بديل. وبالتالي هناك فشل في الإجابة لماذا انتفضت الشعوب العربية، لماذا انتفض الشعب اليمني في فبراير 2011. في الواقع لم ينتفض للأسباب التي تقدمها النخبة السياسية، أنه كان لديه مشكلة مع التوريث مثلا، وإن كان هذا حاصل ليس لأنه هناك هيمنة للمؤتمر الشعبي العام. الشعب انتفض لأنه لم يعد يستطيع أن يعيش، لأنه حياته الاقتصادية والاجتماعية والتطبيب والتعليم أصبح في حالة تجعل عموم المواطنين لا يستطيعون أن يعيشون، وبالتالي خرجوا الناس من أجل العمل ومن أجل الخبز ومن أجل التطبيب ومن أجل التعليم ومن أجل الحرية السياسية بالتأكيد. لكن حصر المسألة كلها في الحرية السياسية
أتصور أنه هذا يعكس ضعف ومقتل النخبة السياسية، لأنها للأسف تنتمي مع النظام القديم لنفس الطبقات. طيب دكتور أرجو أن تتفضل بالبقاء معنا. ينضم لنا الآن الناشط السياسي أستاذ ذيبان الحميري. مساء الخير سيد ذيبان. مساء النور أستاذ ذيبان. أنت تحدثت في كتابات وكذلك لنقاشات لك على أن الدولة الاتحادية تحتوي لضمانات نحو للتحول نحو مستقبل يمني أكثر تحديث وأكثر تنمية. حدثنا أكثر عن النقاط التي بنيت عليها وجهة النظر هذه. أولا مساء الخير لضيوفك الكرام والأخوة المشاهدين. الدولة الاتحادية طبعا اعتقد انه اصبح معظم الشعب اليمني يدرك اهميه الفكره. الدول الاتحاديه ليست يعني موضوع ترف او طرح نخبوي بعيد عن هموم الناس وحاجتهم وضرورتهم. فنحن وصلنا اساسا الى مرحله الفشل على الشكل السابق لاداره الدوله بشكلها البسيط المركزي. فجاء مؤتمر الحوار الذي ضم جميع مكونات المجتمع السياسية والشرائح الاجتماعية صحيح. وخرج بفكرة واضحة جدا وهي فكرة الدولة الاتحادية. فكرة الدولة الاتحادية أساسا للقضاء على فكرة على آلية الاستبداد. آلية الاستبداد ترتكز على يعني على محددين او ركيزتين: التفرد بالسلطه والتحكم بالثروه. للقضاء الدوله المركزيه الاتحاديه توزع هذا الامر وهو التفرد بالسلطه، تزيله وتنزل لمستوى السلطه على مستوى الاقاليم ومستوى الولايات والمحافظات، وكذلك التحكم بالثروه يصبح من المستحيل. هذا الامران يجعلان موضوع الدول الاتحاديه ضرورة وطنية وإنسانية وأخلاقية. طيب الآن هذه الخطوات التي تقوم بها الحكومة الشرعية من قبيل تخصيص 20% من عائدات النفط والغاز للمحافظات التي تنتج هذه المواد، الدكتور معندماجي يرى أن هذه الخطوة ليست يعني لا تأتي في سياق توزيع ثروة صحيح أو توزيع سلطة صحيح، وإنما تأتي في سياق محاولات يعني توجيه سياسة ودعاية لداخل للحكومة الشرعية. برأيك أو تطمين لهذه المراكز، برأيك أستاذ ذيبان هل الأمر يعني يفوق مسألة الدعاية أو التطمين لهذه الجهات، أم أن بالفعل الحكومة يعني لا تبني لمستقبل أو لا ترتكز على استراتيجية بقدر ما ترتكز على تكتيك فقط؟ الحقيقة أنه يعني رغم أن الخطوة من الأساس يعني بالنسبة كشكل الدولة الاتحادية لم يتم إقرار الأقاليم كأمر دستوري، يعني لم يتم إقرار الاستفتاء على الدستور، لأنه أساسا مخرجات الحوار الوطني هي عبارة عن مدخلات لصياغة دستور جديد يتم الاستفتاء عليه. ولكن ماذا حدث؟ يعني لدينا مخرجات الحوار الوطني حددت تراتبية بناء الدولة الاتحادية، تراتبية بناء الدولة الاتحادية بحيث بعد الوثيقة الوطنية الهامة مخرجات مؤتمر الحوار الوطني صياغة الدستور ومن ثم الاستفتاء عليه، ومن ثم بناء هياكل وقدرات الأقاليم وإنشاء مؤسسات جديدة ووضع التشريعات اللازمة. هذا الترتيب الطبيعي الذي كنا نسير إليه. ولكن عندما حدث الانقلاب وحدثت الحرب انقلب الموضوع تماما، يعني فأصبح التراتبية عكسية. لا أصبح الأقاليم جزء من الواقع الآن، وبالتالي لا تستطيع الحكومة ولا غيرها تجاوز الأقاليم التي أصبح جزء كبير منها كأمر واقع. لكن هذا لا يعفيها بطبيعة الحال من عملية التصويت عليها ومناقشتها. على كل حال طبعاً هذا لا يعطيهم الحق بعملية التوزيع، لأنه أساسا مخرجات الحوار تنص على أن الثروة أو الوطنية لا توزع إلا بقانون، ولكن من باب التطمينات قد تكون من باب التطمينات ووضع المبالغ مثلا بصناديق سيادية للمستقبل بحيث عندما يتم إقرارها يتم التصرف فيها. أما بهذه الطريقة قد تذهب يعني غير ذلك. نحن نهرب أساسا الفكرة
هي الهروب من موضوع التفرد بالقرار بالسلطة أو بالثروة. فمن غير المنطقي أن نقول نريد أن ننزع التفرد بالسلطة من المركز أو ما يسمى بالمركز بنجوشين صنعاء مثلا، وأن ننزل هذا التفرد والهيمنة إلى مركز آخر. هذا اللي يتعلم. طيب أشكرك الناشط السياسي أستاذ ديبان الحميري، كنت معنا عبر الهاتف من صنعاء. أعود إلى الدكتور معن. دكتور، الآن حدث هذا الانقلاب في على مسيرة يعني اليمنيين بعد ثورة 11 فبراير، هذا الأمر قد يدفع بالناس إلى خيار غير يعني حر بشكل كامل نحو إقرار أو تنفيذ مشروع الأقاليم. برأيك هل هذا قد يضعنا في مأزق مستقبلي من نوع ما؟ هو الخيارات التي يندفع إليها الناس هي خيارات متعددة، مثلما أحيا طابع الطائفي والسلالي والرجعي المتخلص للتحالف الحوثي الصالحي، مثلما أحيا نزاعات القب الوطنية والتوجهات الطائفية والعشائرة عند بعض القطاعات الشعبية، مثلما عمق الإحساس والوعي لدى فئات شعبية وجماهيرية كبيرة بخطر هذه الانتماءات. وبالتالي المسألة تتعلق بالخيارات السياسية وبالتنظيم وبإمكان اليمنيين، وهم قادرين فعلا وبرهنوا مرارا على ذلك، أن ينتصروا للمستقبل وأن يصيغوا نظام سياسي يعبر عن مصالحهم الاجتماعية ويأخذوا بعين الاعتبار كل الحساسيات التاريخية والثقافية والجهوية، ويكون قادر على استيعاب الهواجس التي هي مشروعة في الواقع للجهات وللمناطق وللجهات الاجتماعية، وقادر على تعويض الناس على المعاناة التي عانوها. المخاطر دائما مطروحة، المسألة هي في طبيعة التعامل مع هذه المخاطر. طيب. الحديث أنه ما نعرفه أن هذا النظام البائس والمشلول، نظام السلطة الاستبدادية، واعتبار أنه هو نفسه يعكس طبيعة الوطن وطبيعة الدولة، وأنه خارج الشكل الاستبدادي التسلطي للدولة المركزية، لا وجود للجهوية الوطنية ولا وجود للدولة ولا وجود للسيادة. هذه الأفكار في الواقع التي هي جزء من مرحلة شمولية عانتها أغلب التيارات الإيديولوجية، بالذات التيارات الإيديولوجية القومية، ينبغي أن يتم تجاوزه. نحن بحاجة إلى دولة تعبر على سيادة المواطنين، وسيادة المواطنين تبدأ بممارسة السلطة في كل المستويات. نحن لسنا فقط بحاجة إلى دولة اتحادية على مستوى الأقاليم، نحن بحاجة إلى سلطة تبدأ من القرية ومن المركز ومن الناحية ومن المحافظة، ويمارس الناس فيها السلطة بشكل مباشر، ويتم تفويض السلطات في المستويات الأعلى لطبيعة الدولة. هذا هو الأمر الطبيعي. وبالنسبة للثروة يتم التعامل معها باعتبار حق مشترك وعمومي لجميع المواطنين. أشكال تنظيم توزيع هذه الثروة بين الأقاليم والمحافظات هذه مسألة تخضع للنقاش وفي هذا الإطار، لكن الحديث أنه نحن بين خيارين، أما الإبقاء على الأوضاع كما هي وأما الهروب للأمام بالحديث على أقاليم يعني جرى التخطيط لها بشكل فوقي من غير استشارة الناس. أصور ليسوا هذين الخيارين الوحيدين، هناك إجراءات وهناك مسألة تعتمد على الثقة بالمواطنين. إذا كنا نتحدث عن ثورة وإذا كنا نتحدث عن سيادة ونتحدث عن مشروعية، لابد أن نعرف أنه المصدر الأساسي لكل ذلك هو الناس العاديين والمواطنين في عموم البلاد، وبالتالي لابد من العودة إليهم دائما وتكرارا باعتبارهم مصدر السلطة الذين يمنحوها بإرادتهم ويسلبونها بإرادتهم أيضا. إذن أشكرك دكتور معن دماج، مدرس الفلسفة بجامعة صنعاء، كنت معنا في حلقة اليوم للنقاش حول عنوان هذه الحلقة وتوزيع الثروة والسلطة بداخل اليمن، كما تنفذ يعني الحكومة هذه القرارات، خاصة بقرارها الأخير بتوزيع 20% من عائدات النفط والغاز في المحافظات التي تنتجها لصالح هذه المحافظات، مع بقاء 80% للحكومة يعني بشكل الذي يجرى به الآن. إذن بهذا مشاهدين الكرام وصلنا إلى ختام هذه الحلقة. في ختامها تقبلوا تحياتي أنا وجيه السمان وتحيات الزملاء في طاقم العمل التحريري والفني. إلى اللقاء.